أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بدنا نحضر صوص كراميل. صوص كراميل بنحط سكر بطنجرة على النار لحتى يدوب ويتكرمل يصير مثل الكراميل. هلأ بنشوف كيف بيصير. بنرجع بنضيف له الكريم وبنحركه مزبوط لحتى يصير معنا صوص كراميل ويشد ويعقد. يلا هلأ بنشوف كيف بيتكرمل وبيصير على نار بطنجرة لحتى يتكرمل. أهم شيء ما تحركوه بالملعقة. هلأ ليك كيف طرف ليك حرف الطنجرة كيف بلش يدوب، نقلبهم هيك حتى شو السكر يصير يبلش يدوب كله شوي شوي على نار خفيفة. أكيد كل شوي مثل نقلبه. إذا بالملعقة صرنا نقلبه كله هلأ بكبتل معنا تصير في كتل كتير كبيرة ما بتقعد تدوب معنا مزبوط. بعدين هلأ كيف بلش يدوب هيك السكر تحت بكعبة كيف عم يدوب شايفين. نضل على هالحالة هيك شوي شوي على الخفيف نحرك شوي شوي لحتى يدوب كل السكر وبيبلش يتكرمل بياخد لون الكراميل معنا. هلا بتشوفوا كيف الطريقة بس حتى ما يكبتل معنا كرمال هيك عم نعمل هاي الطريقة. شايفين كيف صار معنا؟ طيب هلا صار فينا نستعمل ملعقة ما بقى نخاف انه يتكبتل معنا. شوفوا هيدا ذاب السكر الهودي هلا بيدوبوا كل الهودي مضبوط معنا هون وبيبلش الكراميل. ليك لاحظوا اللون كيف بلش يصير بلش اللون ياخذ لون كراميل. شوفوا السكر بلش ياخذ لون كراميل. هاللون هلا فاتح شوي بعده بخليه يصير لونه اغمق لحتى بس حط الكريم الكريم بخلي اللون يفتح شوي ف بس يغمق اللون معي هون شوي صغيره بس حط الكريم بيطلع لون كراميل كثير حلو اللي انا بدي اياه على نار خفيفه كثير كثير. اكيد ما من اول نار لحتى ما يلزق معنا ولحتى ما يحترق معنا. انا صرت بهيدي المرحله هلا بهيدي المرحلة هلا طفيت النار. هلا بحط الكريم ضيف الكريم بدي انتبه لايدي بعيدة حط شوي كريم حرك بسرعة حرك بسرعة برجع بضيف الكريم حرك بسرعة 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 حتى نشوف. اذا بنلاحظ لون الكراميل كيف طلع لون كتير حلو مش محروق مش عسواد لا بالعكس لون كراميل كراميل بعقد. هذا السماكة تبعه كمان ممتاز 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 بجنن بس يبرد بيرجع بيشد كمان بعد معنا شوي الكراميل بيطلع بجنن شي روعة على الأخير. هلا بتركه ليبرد وبس يبرد بعبيه بقنينة وبفرجيكم كيف صار وكيف اللون اللي طلع معي. هيدا الكراميل أنا تركه على جنب لحتى يبرد بس عبفرجيكم اللون هون بطريقة أوضح. شوف السماكة تعوله هلا بس ليبرد كمان بيسمك بعد أكثر شوي صغيرة معنا. هيدي الكريم كراميل بعد ما بردت وسقعت فرجيكم اياها كيف طلعت وطعمتها ولا اطيب ولا اطيب من هيك كثير طيبه. الف صحه وهنا سلف.